الحمد لله رب العالمين على النعمة التي نتمتع بها هنا في بلدنا، والشكر والعرفان والتقدير والولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، أعز الله ملكه، الذي توج هذا اللقاء المبارك وباركه بحضوره السامي بالأمس. وأعتقد الجميع لاحظ من ملامح وجه جلالة سيدنا رضا وسعادته للقائه بالأمس مع هذه النخبة المميزة من أبناء وبنات الوطن في كل أنحاء المعمورة. ومثل ما حكينا امبارح في حضرة جلالة الملك، إنه يا ليت لو استطعنا أن نجمع 750,000 أردني أردنية الموجودين في الخارج في قاعة واحدة، وهذا للأسف مستحيل، لكن نأمل إنه هذه البداية، هذه الخطوة إن شاء الله تكون لبنة أساسية اللي نبني عليها، ويكون في دورية لعقد هذه اللقاءات، وليس فقط من أجل عقد اللقاءات ولكن للوصول إلى نتائج. حكيت في مقابلة تلفزيونية قبل قليل بأنه نجاح هذا المؤتمر يكمن في تطبيق وتنفيذ توصياته ومخرجاته، لن نستطيع أن نحقق كل شيء، والفكرة ليست باتجاه واحد، الفكرة هي أن تكون هذه الآلية باتجاهين، نطور الخدمات وقنوات الاتصال مع الأردنيين والأردنيات في الخارج، وأيضا نستفيد، يكون في إفادة واستفادة، نستفيد أيضا من الأردنيين في الخارج من خلال طروحاتهم وأفكارهم ومشاريعهم ودورهم الأساسي ومشاركتهم في مشاريع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالشكر والعرفان والتقدير لصاحب الجلالة، هو الرائد دائما، هو المبادر، وهذه اللقاءات اللي عقدناها آخر 48 ساعة كلها بتوجيهاته إن شاء الله تكون ترجمة لرؤيته. ولكن مرة أخرى يطمح جلالة سيدنا بأن يكون لهذا المؤتمر مخرجات ونتائج، إن شاء الله أن نرقى لتلبية هذا الطموح وهذه الرغبة الملكية السامية. والشكر الموصول أيضا لدولة رئيس الوزراء الذي وجهنا بتفاصيل، عندما عرضنا الموضوع في مجلس الوزراء كان لدولة الرئيس آراء ومقترحات محددة كلها ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر. والشكر أيضا لأعزائي وزملائي أصحاب المعالي الوزراء جميعا على مشاركتهم الفاعلة، حضورهم، مشاركتهم، حرصهم على التفاعل في الجلسات المختلفة. أصحاب المعالي مش بس شاركوا في جلسات، لكن حضروا جلسات أخرى ما كانوا هم متحدثين فيها، شاهدوا، استمعوا، تفاعلوا، تواصلوا، وهذا دائما يعني بالنسبة لي يعني فخر واعتزاز بأن أكون جزء من هذا الفريق المميز، وبشكرهم كل الشكر. والشكر أيضا للمسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة، لرجال وسيدات الأعمال في القطاع الخاص جميعا. هذا المؤتمر كل جهة بتكمل الجهة الثانية، الحكومة، القطاع العام، القطاع الخاص، الجميع. فشوفنا التفاعل في الجلسات المختلفة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا التفاعل مع المغتربين وآرائهم وطروحاتهم ورؤاهم. الشكر لوسائل الإعلام جميعها، وسائل الإعلام الحكومية، وسائل الإعلام الخاصة، وسائل الإعلام الرسمية، وسائل التواصل الاجتماعي، كلها ما شاء الله يعني شباب وصبايا من أبدع ما يمكن، وتغطيتهم لأعمال هذا المؤتمر لم تكن تغطية تقليدية وإنما تغطية تفاعلية أيضا، وهذا أمر نعتز فيه. والشكر لإدارة مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، هذا المركز المميز حقيقة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، يعني شايفين القاعات، وشايفين القاعات اللي خصصت للجلسات المتخصصة، شايفين
التكنولوجيا الحديثة الحمد لله الموجودة وعمليات الإسناد، فكل فرد من أفراد الإدارة وطاقم الخدمة جميعا لهم منا الشكر الجزيل على هذا التميز، وهذا مركز عالمي حقيقة. ومثل ما بنشوف في منتدى الاقتصاد العالمي اللي بنعقد في منطقة البحر الميت وغيرها من المؤتمرات، يطرح هذا المركز نفسه كمركز رائد ومتميز في منطقة الشرق الأوسط كله وعلى المستوى العالمي. كلمة شكر خاصة لأحبائي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. هذا الفريق اللي أنا بقول دائما إنه يعني شرف للإنسان إنه يخدم في هذا شرف الإنسان يخدم الأردن في أي مجال، لكن هاي الوزارة العريقة اللي كما ذكرت بالأمس في حضرة جلالة سيدنا احتفلت أو يعني هو دخلت عامها 76، ما احتفلنا بال 75 لأنه الاحتفال يكمن في الإنجاز ومزيد من العطاء، لكن إحنا في هذه الوزارة العريقة وشوفوا تاريخها المشرف العريق والناس اللي خدموا فيها عبر عقود من الزمن والتميز اللي شفناه في أروقة الدبلوماسية العالمية كلها بتوجيه القيادة الهاشمية الحكيمة. الحمد لله عندما كنا نتحدث في الجلسة الحوارية عن الدبلوماسية الهادئة، عن تميز الأردن، عن حضور الأردن، هذه حقيقة واحدة من أدواتها الأساسية هي وزارة الخارجية، وهذا شرف كبير لكل من يخدم فيها. فالشكر للسفراء، مديري الدوائر، الدبلوماسيين بكافة رتبهم، الإداريين، فرق الإسناد، كل شخص منهم اشتغل عبر أشهر من الزمن لأولاً يخرج هذا المؤتمر إلى حيز الوجود، وثانياً لأن يخرج بهذا التميز. فكلمة شكر وتقدير واحترام لهم جميعاً، إن كان في المركز أو في البعثات الأردنية في الخارج. والشكر يعني أكثره للأردنيين في الخارج، يعني حضوركم هو أساس هذا المؤتمر، ومشاركتكم في هذه الفعالية وفي هذه النشاطات هو اللي بينجح المؤتمر. وأنا أعتقد مجرد التئام هذا المؤتمر هو نجاح بحد ذاته، لكن هذا ليس كافي. النجاح مرة أخرى هو أن نحافظ على دورية الاجتماعات، أن تكون هناك لقاءات مرة كل سنة، مرة كل سنتين، مرة كل ثلاثة، يعني الفكرة المنطقية هي أن تكون مرة كل سنتين، يعني لوجستيا صعب كل سنة لكن مرة كل سنتين. وأنا بعتقد أن آلية قياس الإنجاز بين المؤتمر والمؤتمر الذي يليه هو العامل الأساسي اللي بنقيم من خلال نجاح هذا المؤتمر. يعني إذا التقينا بعد سنتين بإذن الله تعالى إن الله أحيانا ونسبة كبيرة من التوصيات ما نفذت أو ما طبقت أو ما تم البت فيها، معناته إحنا لقاءاتنا عبارة عن لقاءات صورية وما فيها مضمون. يجب أن تكون هناك آلية لضمان تطبيق وتنفيذ أكبر عدد من التوصيات. لن نحلم بالمستحيل أو نطمح إلى الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن نطمح بأن نحاول أن ننجز العدد الأكبر من التوصيات وكلها قابلة للتنفيذ. وأرجو أن أكون يعني بكل صراحة، أرجو أن لا يكون الانطباع بأنه التوصيات هي فقط الموضوع الخدمات. أرجو أن لا نعتقد يعني بكل واحد يعتقد بأنه نجاح المؤتمر هو بتسهيل الأمور الإدارية أو العقبات البيروقراطية أو تذليلها. لا، أنا أعتقد اللي بدأنا فيه بالأمس من حيث الأجواء السياسية، الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية، النموذج الذي يطرحه الأردن، البيئة المحفزة للاستثمار، التشريعات الاقتصادية الرائدة والمبادرة، الوضع النسيج الاجتماعي المتماسك، النجاحات وآفاق النجاحات في المستقبل. وطبعاً إذا شفنا عدد الجلسات اللي عقدت في اليومين الأخيرين، يعني ما بين الجلسات السياسية، التاريخ المشرق والحاضر الواثق والغد الواعد، الموائد المستديرة، الأردن والتحديات الإقليمية والدولية، وجهة السياحة المميزة،
الأردن ومبادرات ملكية لتنمية اقتصادية مستدامة، الجلسات المتخصصة اللي صارت بالأوقات المتزامنة مثل الفرص الاستثمارية، تسويق الكفاءات، المرأة الأردنية في الخارج، الضمان الاجتماعي والقطاع الصحي، تطوير الخدمات المقدمة للمغتربين، التواصل مع المغتربين، الحياة السياسية والقضايا العامة، التعليم والتعليم العالي، الكفاءات الأردنية في نقل المعرفة، دور الإعلاميين في الخارج، مرصد الكفاءات، آليات المتابعة، تطور الصناعة، العقبة وتميزها كمنطقة جاذبة، الكفاءات الأردنية العاملة في الخارج، النجاحات والحلول، دبلوماسية الحوار، التعايش السلم، كل المواضيع أعتقد تم تغطيتها. أعتقد زخم وحجم الآراء اللي طرحت يمكن ما فيها حقها إذا قلنا خلينا نطلع الآن ورقة بشكل بعجالة، يعني سلق كبيان ولا كتوصيات طلعها بسرعة. الأمل كان أنه بعد هذه الجلسة يكون في شرح للتوصيات، سرد للتوصيات وتوزيع، لكن اجتمعنا قبل قليل مع الفريق اللي عم بتابع، وبدي أشكر يعني عطوفة الأمين العام، أنا يعني فاتني حكيت كل وزارة الخارجية، لكن عطوفة الأمين العام وبالتحديد الأخ هيثم أبو الفول اللي هو كان منسق المؤتمر كله والفريق اللي معه الشباب والصبايا، هذا الإنجاز إنجازه، وبالتالي هو إنجاز للوزارة اللي هم جزء أساسي منها. ولكن اجتمعنا قبل قليل واتفقنا على أنه يمكن نتأنى شوي، لأنه في على سبيل المثال في جلسة الكفاءة الأردنية في الخارج كان في زخم من الأفكار والطروحات اللي وضعت، ومرة أخرى يعني من الحكمة بمكان أنه يكون في شوية تأني أن تدرس توضع بشكل لائق وقابل للفهم والتنفيذ والتطبيق. خلينا نصبر شوي بدل ما نطرح الآراء كلها الآن، ممكن من هون لآخر الليل يشتغل الفريق على وضعها بورقة بشكل مرتب منسق وتتوزع على الموقع الإلكتروني أو بطرق أخرى، بدل ما نخرج ببيان يعني المضمون تبعه مش كثير محكم. فبعد إذنكم جميعاً أنه المخرجات والتوصيات نشاهدها إما آخر الليل أو غداً صباحاً على الموقع الإلكتروني أو يتم توزيعها بالشكل المناسب. أنا ما بدي أطيل عليكم، أعتقد بين أجواء العمل اللي عشناها في 48 ساعة الأخيرة بين الجلسات السياسية والاقتصادية والجلسات الأخرى والجلسات المتخصصة والأمسية الأردنية بالأمس، أنا يمكن انسحبت مبكراً بس سمعت أنه متعب الصقار سهركم، لكن اللحمة والألفة والمشاعر اللي كنا حسينا فيها بالأمس واليوم، يعني أعتقد مش بس بتزيدنا عزم وتصميم على خدمة بلدنا الحبيب وعلى انتمائنا الحقيقي لهذا البلد وولائنا للعرش المفدى، لكن بتزيدنا عزم وتصميم على المزيد من العمل والمزيد من العطاء في أي موقع كنا فيه وفي أي مكان تواجدنا فيه. الأردنيين في الخارج مش كليشيه لما الإنسان يحكي أنهم كلهم سفراء، يعني ما شاء الله أصحاب المعالي وسعادة السفراء موجودين، وأنا قصدت بالأمس أقول أنه في سفراء عاملين في مركز وزارة الخارجية وفي البعثات في الخارج، ولكن كل الأردنيين في الخارج هم سفراء للوطن، وهذه شرف ومسؤولية، يعني شرف بأنه الإنسان يمثل الأردن ويمثل جلالة الملك، ومسؤولية كبيرة أن يرقى إلى مستوى طموحات جلالة الملك وإلى مستوى التميز اللي بتطلبه وطن مثل الأردن، وهذا الوطن ولا أروع، وخدمته ولا أروع، والانتماء له ولا أروع، وأعتقد أنه جميعنا في أي مكان من بقاع الأرض لما يحكي الواحد أنه أردني بيفتخر أنه أردني، والعالم تنظر له نظرة احترام ونظرة إعجاب وتقدير، وهذا الحمد لله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وأفضاله. الله يحفظ هذا الوطن سدا منيعا أمام كل التحديات التي تحيط بنا في المنطقة. الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الأمن والأمان. الله سبحانه وتعالى يحفظ جلالة الملك والعرش المفدى اللي كلنا بنحميه بأرواحنا وبقلوبنا وبأهدافنا. فلذلك شكرا
جميعا على حضوركم، على مشاركتكم. شكرا على هذه الروح الأردنية المميزة، شكرا على التفاعل والتعاون، وإن شاء الله أن يكون في تواصل مستمر ودائم. راح نخبركم على الوحدة اللي ستخصص لمتابعة يعني أنا أعتقد الموقع الإلكتروني هو JEC بعرف هو في .gov.jo بس بدون 2015 خليها تكون JEC.gov.jo، ويكون موقع الآن يخرج من الحيز الضيق لمؤتمر 2015 يصبح إشي دائم، ويكون في أيضا يعني تفاعل، نظل نستلم الآراء، نظل نرسل الأفكار نتبادلها، ونلتقي على الخير بعد سنتين إن شاء الله، كل واحد في موقع المختلف، لكن كنا نلتقي على محبة الوطن وعلى خدمة الوطن وعلى الولاء للعرش، ونكون إن شاء الله أنجزنا الجزء الكبير من هذه التوصيات. الله يعطيكم العافية جميعا. مرة ثانية شكرا للجميع، وهيثم كلمة شكر خاصة.